الرسمي داد يعني اب، اما غير الرسمي دادي. هو السؤال بيقول لي كمل الجدول، فطبعا داد دادي. طب بالنسبة لمام هتبقى بنفس الطريقة، ان انا هقول مامي، بس طبعا لما اجي اكتبها هتبقى بالشكل ده، نفس الحروف ام او ام، وضعها في الام واضيف واي، مامي. ها تمام. طيب انت بقى اللي هي عم او خالة هضيف لها واي زي ما هي، هتبقى انتي. ايوه بالشكل ده انتي. والاخيره جراما الجده هتبقى جراني. بالشكل ده جراني. الجدول الثاني ده، دي ضمائر الفاعل اللي هي انا وانت وهو وهي وهم، ودي بقى الملكيه، صفات الملكيه اللي هي لازم يجي بعدها اسم. يعني اقول ماي بن قلمي، يور بن قلمك، اور بن قلمنا، زير بن قلمهم، هير بن قلمها كده، يعني هيز بن قلمه، اتس بن، وهكذا. اما الاخيره دي بقى ضمائر الملكيه، دي تيجي لوحدها بقى. يعني عايز اقول الحاجه دي ملكي يبقى ماين، طب ملكك يبقى يورز، طب ملكنا يبقى اورز. يعني الفرق بين الثلاثه ان اول جدول ده يجي في اول الجمله، اول جدول ده يجي في اول الجمله ويجي بعد منه الفعل، لان ده اسمه ضمير فاعل، انا اذهب، انا العب، وهكذا. اما المربع الثاني اللي في النص ده يا جودي، المربع ده بقى لازم يجي بعديه اسم، يعني ما بيجيش لوحده. انا بقول مثلا القلم اللي في ايدك ده قلم مين، ما ينفعش تقولي ماي وتسكتي، لا لازم تقولي ماين، يعني لازم تقولي ماي بن يعني قلمي. فالمربع اللي في النص ده لازم تيجي بعد كلمه، بعد منه كلمه توضح لي معناه، ما ينفعش يبقى لوحده. يعني ما ينفعش اقول ماي واسكت، ولا يور واسكت، ولا اور واسكت، ولا زير واسكت، ولا هير، ولا هز، ولا اتز، لا ما ينفعش. طيب المربع الاخير بقى ده بقى اللي بيجي اخر الجمله، يعني بيجي بعد منه نقطه في الجمله، وبيكون ايه بقى ده بقى هو المربع التاني، بس بيضاف له اسم عدا الاولى بتتغير. يعني مثلا ماي بقت ماين، لكن هنا بقت يور، بقت يورز، بقت اورز، بقت زيرز، بقت هيرز، بقت هز، بقت اتز. طيب الاسئله عليها تيجي ازاي بالشكل ده؟ موبايل مين اللي معاكي؟ ممكن تجاوبي بطريقتين، ممكن تقولي موبايلي، وممكن تقولي بتاعي ملك يعني. فلو قلتي موبايلي يبقى تستخدمي واحده من المربع التاني وتجيبي كلمه موبايل بعديها، اما لو قلتي ملكي وما ذكرتيش اسم الشيء يبقى هتستخدمي واحده من المربع الاخير وهي تيجي اخر الجمله، لان ما بيجيش بعدها حاجه. يعني مثلا لو بصينا في الاسئله، اول سؤال بيقول لي از ذس يور فون، هل هذا موبايلك؟ هو ده التليفون ده بتاعك؟ قال له لا مش بتاعي. نو ات ازنت، عايز يقول مش ملكي، يبقى هنا كلمة موبايل موجودة، مش محتاج هو بقى يكررها تاني، فهو عاوز يستخدم ايه؟ ملكي اللي احنا قلنا عليها، يبقى أكيد الإجابة هتكون ماين. الإجابة هتبقى ماين الأخيرة. طب ليه؟ عشان هو بيقول لي لا، ليس ايه؟ ليس موبايلي ولا ليس ملكي؟ طب ما احنا هنقول الاتنين صح، ما ينفع اقول ليس موبايلي وينفع اقول ليس ملكي. بس هنا بقى لو انا قلت موبايلي لازم اجيب اسمه، يعني كان ينفع ان انا اقول ايه؟ ان انا اقول نو ات ازنت ماي فون، يعني ما كانش ينفع ان ماي دي تيجي لوحدها، لازم يجي بعدها اسم الحاجه اللي انا املكها. فعشان كده كان ينفع اقول ماي فون بالشكل ده. فانا لو هختار ماي اللي في النص دي لازم يكون وراها اسم الحاجه، ماي فون، انما ماي وحدها ما تنفعش. طب واي الاولى ما اخترتهاش ليه؟ لان اي ده انا، انما هنا بتكلم عن الموبايل، فازاي هقول له انا وهي موبايل؟ دي الاولى. الثانيه بيقول لي
I saw، انا شفت احمد زكات قطة احمد في الشارع، القطة بتاعته بيضة. طبعا هنا الكلام على احمد، يبقى الحاجة بتاعته ملكه، هز، ما ينفعش غيرها اصلا. ليه؟ لان هي ملهاش تالت. هي هو، هقول هو ابيض، لا هز، وجي بعدها قطه اللي هي الاسم، يبقى اذا ايه؟ قطته بيضاء. يبقى لما اشوف هي باخد هز، لما اشوف اي باخد ماي، ملكي دي بتاعتي. طيب كان اي بورو ذات بن، ممكن استلف القلم ده؟ رد وقال التالتة، كان اي بورو ذات بن، ممكن استلف القلم ده؟ اسك عمر، اسأل عمر. it is عايز اقول انه ملك عمر، طبعا عمر برضو هي هو، يبقى هاخد هز برضو لان الكلام على عمر. طب تقولي لي برضو ليه ما خدتش هي؟ طب اخد هي ازاي وهي دي تيجي في اول الجملة ويجي بعدها فعل اصلا، فمش محتاجها. اربعة، سعودي الربيع، السعودية is not country، بلدنا. طيب وي اللي هي نحن دي تيجي في اول الجملة، يبقى كده كده دي مش هتنفع معايا، مش هتنفع معايا. ليه مش هتنفع معايا نحن دي؟ لان قلنا دي تيجي في اول الجملة، فعشان كده غلط. طيب اورز اللي فيها اس دي تيجي اخر الجملة، يبقى برضو مش هتنفع معايا عشان ما جاتش اخر الجملة. انا عندي هنا كلمة country في الاخر، يبقى اذا الاجابة الصحيحة هتكون مين؟ هتكون our، لان جه بعدها الاسم اهو، الكونتري يعني بلد، وهنا عايز اقول السعودية تكون بلدنا، our country دولتنا، وهكذا. يبقى عشان كده الاجابة الصحيحة our. رقم خمسة، whose new bike is that، عجلة مين دي؟ اما هو لازم يسأل بدي في البداية عشان اقول له عجلتها، عجلتهم، عجلتنا، عجلتي كده يعني. فبيقول لي دراجة مين دي؟ قال له I think it's Rana. رانا بقى ده يبقى اسم بنت يعني مؤنث، فانا في الحالة دي عايز اقول عجلتها او دراجتها، لان الكلام على رانا، يبقى هقول عايز اقول بتاعتها رانا دي. تمام؟ فقال لي تمام، تعال نشوف هناخد ايه. Yes it's she. لا she دي معناها هي، طب انا بتكلم عن العجلة مش على هي، يبقى دي غلط. طيب here's ولا here؟ here دي قلنا بيجي بعدها اسم، اما مين اللي بتيجي اخر الجملة اللي فيها اس اللي هي here's دي، يبقى دي اللي هتكون صح عشان هنا جت في اخر الجملة. Yes it's hers، نعم انها ملكها. وصلت؟ رقم ستة بقى، من اللي احنا امال ايه اللي هتوضح لي الفرق من اللي احنا عايزينهم بقى، لانه بيقول لي ايه، زي ولا زير ولا زيرز ار، ار دي فعل، ار دي فعل، لازم يكون قبلها فاعل، لازم يكون قبلها فاعل. فالفاعل اللي قبلها ده ايه بقى؟ طبعا زي هم اللي قلنا عليها تيجي اول الجملة، هي دي اللي احنا عايزينها، لكن دي عايزة بعدها اسم، واللي فيها اس عايزة تكون اخر الجملة، عشان كده دول مش هينفعوا، هتنفع الاولى بس زي، لان هي اللي يجي بعدها الفعل، والفعل اللي هو ار يكون، زي ار، هم يكونوا ماي بيست فريندز. طيب سبعة، اي ثينك اعتقد زوس ار ماي بوكس، اعتقد ان دي كتبي. قال له نو ذي ارنت، لا هما مش كتبي، يور ويو ويورز، ذي ارنت يو ولا يور ولا يورز. عايز اركز في حاجه، طالما حط لي نقطه في الاخر هنا كده، بص كده على النقطه، طالما حط النقطه دي كده يبقى معنى كده ان الجمله دي خلصت، الجمله كده دي خلصت طالما حطيت لي نقطه. طيب احنا بنقول ايه اللي بنحطه اخر الجملة؟ طبعا اللي فيها الاس، اللي فيها الاس، يبقى هتبقى يورز الاخيرة، عشان كده يعتبر الجملة خلصت. وقال لي زي ار مهز اند فاطمز، هو بيقول له ايه، دول مش بتوعك، دول بتوع مها وفاطمة، فطبعا اخر الجملة خلاص، يبقى ناخد اللي فيها الاس. طيب تمانية،
Are you sure؟ انت متأكد ان دول are مهز وفاطمة، ان دول بتوع مها وبتوع فاطمة؟ قال له yes، the book، الكتب دي المفروض بوكس الكتب، are نقط. اخر الجملة بقى يبقى برضو اخد ايه؟ اخد اللي فيها اس علشان هي اللي اخر الجملة، يبقى هقول theirs theirs. طبعا الورقة فيها ايه بعض اول حاجة في التوصيل بيقول لي how often do you، you اللي هي انت، كم مرة انت بتزور مكة؟ طبعا لو احنا بصينا هنا على مكة، اهي مكة اهي، مش دي مكة؟ هنوصلها باللي فيها مكة اهو. قال له بزور مكة كل سنة، احنا مش عايزين نزور مكة، احنا عايزين نزور المدينة عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي مكة اهي، يبقى اذا دي هنوصلها بدي اهو اهو اهو، ماشي اهو، تمام كده. دي الاولى. التانية how often does your sister، sister اللي هي اخت، طبعا اخت يبقى هنوصلها بشي اللي هي، هي اخت اللي هي شي، وشي هتبقى هي. طيب قبل ما نوصل بهي احنا برضو هنبص على كلمة كافي، كافي اللي هي قهوة اهي، كافي هنوصلها بكافي دي اهي، يبقى اذا بالاولى يبقى التوصيل ده اهو. طيب ماشي. ثلاثة how often does your uncle، uncle عمك يبقى هو، وهيلعب لعبة اسمها سكر اللي هي ايه، كرة القدم اللي بتتلعب في الموبايلات دي، فطبعا سكر اهي كرة القدم دي هنوصلها بالأخيرة اهو، دي هي دي، وبعدين الانكل بياخد هي عشان عمي، يبقى هنوصلها بدي. طيب بعدين الأخيرة بقى how often do your grandparents، grandparents اللي هم الأجداد، بيقولي أجدادك بقى كم مرة بيروحوا الفيشنج؟ طبعا لو بصينا على الفيشنج، الفيشنج موجود في رقم ثلاثة اهي اللي احنا ما وصلناهاش، وهو الفيشنج هنا اهو، يبقى التوصيل سهل جدا واعرف اوصله بكل سهولة، يبقى هوصلها بدي. جايب مجموعة من الكلمات وبيقول لي اقرأ وكمل، جايب تشاتي، وجايب هيلبفول متعاون، وجايب كايند طيب، وجايب شاي خجول، وويك ضعيف، وليزي كسول. وبيقول لي بقى my sister loves to help، طيب هو بيقول ان اخته بتحب تساعد الناس، طالما بتحب تساعد الناس يبقى هي ايه؟ يبقى هي helpful، طالما عندي help دي يبقى لازم اخد معاها كلمة ايه؟ helpful. طب معناها ايه؟ معناها متعاون، فهي helpful. طيب التانية my cousin doesn't talk a lot، ابن عمي ما بيتكلمش كتير، he is، طالما ما بيتكلمش كتير يبقى هو خجول، يبقى هو shy، shy يعني خجول ما بيتكلمش كتير. طب my عمته is not strong، مش قوية، هي مش قوية، طالما مش قوية يبقى ضعيفة، يبقى هنقول she is، هي تكون ويك، ويك يعني ضعيف، هي تكون ضعيفة. طيب لوسي لايكس تو توك لوت، لوسي بقى دي لكاكة، لوك 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 كل شوية تتكلم كتير، يبقى لوسي دي اتشاتي يعني بنت رغاية، تمام. طيب بعدين ماي مام از فيري نايس، ماما جميلة جدا ولطيفة، اند بولايت ومؤدبة، شي از، يبقى ماما كايند بقى، طيبة، ماما طيبة عطوفة، kind kind يعني طيب أو عطوف. آخر جملة بقى بيقول لي my brother sit on the sofa، أخويا قاعد على الكنبة طول الوقت ما بيقومش، they don't want to، مش عاوز يعمل حاجة، قاعد نايم واكل شارب مكانه، ما بيقومش خالص، يبقى ده أوصفه إن هو إيه؟ ان هو ليزي. يعني ايه ليزي بقى؟ كسول، شخص كسول.
يبقى الاولى هيلبفول متعاون، والتانية خجول ما بيتكلمش كتير، والتالتة مش قوية يبقى ضعيفة، والرابعة بتتكلم كتير يبقى رغاية، والخامسة طيبة يبقى عطوفة، والسادس قاعد ما بيعملش حاجة يبقى ايه؟ كسول. طيب نيجي هنا بقى للترتيب، هسأل بهاو اوفن زي اللي كانت في التوصيل بالظبط، لازم أسأل بهاو اوفن واجيب بعدها دو او داز وبعدين الفاعل وبعدين المصدر. لازم تحفظ الاربع تركيبات دول كده كده، هجيب هاو اوفن على بعضها، ادي هاو لوحدها وبعدين اوفن دي لازقه فيها بتيجي وراها، هاو اوفن قلنا يجي بعدها دو او داز، جبت دو لان دول موجوده في الترتيب. بعدين هجيب الضمير انا انت هو هو هي، فطبعا في يو، بعدين المصدر بقى اللي هو الفعل بدون اضافه ووك، يبقى هاو اوفن دو يو ووك، واكمل بقى ان ذا بارك هاو اوفن. يبقى انا لازم احفظ الاربع تركيبات دول، هاو اوفن بعدين دو او داز اتنين بعدين يو تلاتة بعدين المصدر وبعدين كمالة الجملة اللي هي كلمة ان ذا بارك دي بتبقى اخر حاجة. طيب دي الجملة الاولى. الجملة التانية بقى بيقول لي ايه؟ هي بتنظف سنانها دائما. فطبعا كلمة اولوز اللي هي دائما دي اللي احنا بنشرحها على طول لازم تيجي تاني حاجة، فعشان كده هبدأ بشي وبعدين اولويز دي هتكون رقم اتنين شي اولويز، واجيب بعدها الفعل بقى. يعني انا لو ركمت اهو مثلا هتبقى شي دي نمبر وان رقم واحد، شي واحد عشان هي الفاعل، اولويز هي اللي اتفقنا عليها رقم اتنين، الفعل بقى هيبقى رقم تلاتة she always brushes بتنظف، وأسنانها هتبقى الأخيرة أربعة، يبقى دايما بتنظف أسنانها. طيب هاو أوفن جاتلك تاني يا ستي المفروض تبقي عارفاها بقى، هاو هتبقى رقم واحد، فين أختها بقى أوفن؟ يبقى أوفن هتبقى رقم اتنين، بعدين داز هتبقى تلاتة، هاو اوفن داز، هاو اوفن داز، بعدين يور داد، يور أربعة وداد خمسة، هاو اوفن يور داد أربعة أهو وداد خمسة، هاو اوفن يور داد، هاو اوفن يور داد كوك بقى يطبخ، هاو اوفن يور داد كوك. ماشي دي كده اترتبت، كم مرة بابا بيطبخ. طيب بعدين ماي براذر بقى هبدأ بي ماي براذر هيبقى رقم واحد، اللهم صل على سيدنا محمد، تبقى رقم واحد ماي براذر، والكلمة اللي قلنا عليها تيجي اتنين rarely اللي أي حاجة من ظروف التكرار، وبعدين جوز سايكلينج دي هتبقى تلاتة. طيب دي كانت الجزئية التالتة في يعني ايه، بيقول لي صنف الجمل دي خلي لي الفاعل لوحده وظرف التكرار لوحده والفعل لوحده. الفاعل طبعا اللي هو ماي انت اول كلمه، يعني هو عاوزنا نطلع الفاعل، الفاعل ده يا جودي هيبقى اول كلمه في الجمله، يبقى ماي انت واي ونيفر، يبقى دول هيتحطوا في المربع الاول اهو، ثلاث كلمات دول ماي انت اللي هي عمته، واي اللي هي انا، وماي كازنز دول هيتحطوا في اول ايه؟ في اول مربع، هيتحطوا هنا يعني كده تمام، دول هيتكتبوا هنا. بعدين هنا ظروف التكرار، ظروف التكرار اللي هي ايه؟ اللي هي اولويز دائما وسمتايمز اللي احنا هنعملها بالاحمر دي. فاول مثال يوجوالي دي هتبقى في رقم اتنين، نيفر في رقم اتنين، ريرلي رقم اتنين، يبقى الاحمر كله هيبقى هنا في المربع ده، هي اللي احنا كنا بنرتبها وقلنا ان هي بتبقى رقم ايه؟ رقم اتنين. طيب نيجي على رقم تلاتة، عايز هو الفعل، الفعل الكلمة اللي بعدهم، جيف يعطي فعل، سليب ينام فعل، بلي يلعب فعل، يبقى الكلمات الصفر دول هنحطهم في المربع ده تمام. اخر حاجة بقى بيقول لي اكتب باراجراف عن الفاميلي، عن اسرتك،
عايزين نكتب باراجراف عن الأسرة. طيب الباراجراف ده هنكتبه ازاي؟